صباح الخير، انا اسمي دكتور احمد المسيري، والنهارده دي بقى المحاضره بتاعتنا في السكشن بتاعه الكارديك ريهابيليتيشن المطالبه من حضراتكم. هتلاقوا ان في ممكن يكون في سلايدز كتيره مشتركه بين اللي قاله دكتور حازم واللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. احنا مش عايزين ان احنا نوسع الموضوع قوي ونخش في ديتيل زياده عن اللزوم، ولكن عايزين نوصل لكم البيسك مسج بتاعه الفايده بتاعه الكارديك ريهابيليتيشن، واعتقادي ده اللي اتعمل في اول محاضره. هنعدي على حاجات تانية من هذا الكلام اللي قاله دكتور حازم في المحاضرة دي، عشان بس نستريس بوينتس معينة مهمة اللي هي المسجز اللي احنا عايزينها توصل ليكم، وهنستفيد برضو بالراحة في الحتة هنا بتاعة الاكسرسايز. يعني الهدف بتاع المحاضرة بتاعتنا نستفيد شوية في حتة الاكسرسايز. فبرضو كده فمعلومات سريعة، كارديك ريهابيليتيشن، هو الكارديك ريهابيليتيشن ده حاجه جديده، يعني ما احنا ما كناش بنسمع عنها قبل كده. ايه اللي طلع الموضوع في دماغكم دلوقتي؟ لا، الكارديك ريهابيليتيشن ده الصراحه مش حاجه جديده، ان هم جم كده ناس قعدوا يعملوا ابحاث في الليتريتشر ويرجعوا لورا، فلقوا ان في مقاله اتنشرت بتتكلم عن الكارديك ريهاب سنه 1772، حاجه بقالها مئات السنين موجوده. كان وقتها اسم الاسكيميك هارت ديزيز ايه، حاجه بيقولوا عليها ديس اوردرز اوف ذا تشست، ده كان اسمها. ولكن المهم ان كان في هذا الوقت بيتقال للناس اللي بيجيلهم ديس اوردرز اوف تشست لازم تخلوا بالكم من اكلكم، لازم ان انتوا تتمشوا وتتحركوا. فما كانش طبعا اسمها في هذه الاوان كاردياك ريهابيليتيشن، ولكن الكورنر ستونز بتاعه كاردياك ريهابيليتيشن كانت مذكوره في هذا الكلام. فالكونسبت ده او الفكره دي ما هوش كونسبت جديد، هو كونسبت قديم، ولكن يمكن ما كانش واخد الاهتمام بتاعه. حاجه ثانيه عايز تبصوا عليها في السلايد دي، يمكن ملهاش علاقه بالموضوع بتاعنا، ولكن بحب احطها دايما عشان الناس تاخد بالها. هو احنا ليه مهتمين بالموضوع ده وليه مهتمين بالبريفنشن؟ السلايد دي موجوده على السايت بتاع World Health Organization، بتتكلم عن الوضع في مصر regarding the non-communicable disease في 2010. فواضح لو بصينا على الناحيه اليمين من السلايد ان احنا تقريبا 40% من الدف مورتاليتي بسبب non-communicable disease في بلدنا من cardiovascular disease. فلازم ناخد بالنا ان هذا يعني احنا بنتعامل مع حاجه في غايه الاهميه. لو قارنا الحاجه اللي بعديها اللي تحتيها ايه، هو الكانسر. يعني احنا الكارديوفاسكولار ديزيز اكتر من الكانسر، فيعني it is very important. البريفنشن ده مبدا في غايه الاهميه، يعني we have to start ان احنا نخلي دماغنا تتوجه اكتر ناحيه البريفنشن عن المانجمنت. فالبريفنشن سواء كان برايمري او سكندري is very important. وفي بلد زي بلدنا باحصائيات موجوده عاملاها ال WHO، ارقام تانية عايزين نبص عليها هنا ليها علاقه بالريسك فاكتورز بتاعتنا. فاحنا عندنا في مصر النسبه دي اللي كانت محسوبه في 2008 بتاعه السموكرز، طبعا عندنا في مصر ميل بريدومينانس، ولكن دي هتكتشفوا ان ده الريسك فاكتور تقريبا الوحيد اللي فيه ميل بريدومينانس. 35% من الميلز ار سموكرز، الفيميلز النسبه قليله، قد تكون زادت دلوقتي بقى مع انتشار الشيشه وكده. لكن لما نيجي نبص بقى على الريسك فاكتورز التانية، في البلاد بريشر متساويين تقريبا، دايابيتس متساويين، نيجي ننزل بقى على اوفر ويت، فرق فظيع في الفيميل 75% قصاد 60%، في الاوباسيتي 44 مقارنه ب 21، وفي الديسليبيديميا 44 مقارنه ب 33. المبدا ده مهم، والمبدا ده الكونسبت ده لازم يوصل لحضراتكم، وهو موجود دلوقتي عند كل كارديولوجست. ان هو كان في فكره قديم ان الفيميلز محميين نسبيا من الاسكيميك هارت ديزيز، لا، الفيميلز حد ذاتهم، وده كونسبت اللي بقى موجود دلوقتي، ار ات ريسك اوف ديفلوبينج كورونري ارتري ديزيز، وقد يكون اكتر من الميلز. ولو هنيجي نتيلر اي شغل من شغلنا على بلدنا، فاحنا لازم ناخد بالنا ان في بلدنا صحيح الستات ما بتدخنش زي الرجاله، ولكن في بلدنا الستات وزنهم اكتر، الستات الليبيد بروفايل بتاعهم اكتر، وقد يكون ان الستات ار مور دايابيتك. فلازم ناخد بالنا بسبب كل الكلام ده، غالبا بسبب الاوباسيتي. ف كونسبت بس او فكره عايزين نخليها في بالنا بما احنا بنتكلم جنرالي عن البريفنشن. طيب الكلام ده اتكلم فيه دكتور حازم، ولكن احنا عايزين نقول ان في الديفينيشن اوف كاردياك ريهاب من ضمن الحاجات الاساسيه او اول حاجه بتتقال اكسرسايز، ودي التفصيله اللي احنا هنخش فيها النهارده دلوقتي. برضو مين العيانين اللي هنوديهم كاردياك ريهاب؟ مين العيانين بتوعنا؟ هو مين هو ار ذا ابروبريت بيشنتس فور كاردياك ريهابيليتيشن بروجرام؟ هم العيانين الاسكيميك، سواء العيان ده كان جاله مايوكارديال انفاركشن او في كورونري سيندروم، عمل قبل كده كابج بي سي اي، او اللي عنده كرونيك ستيبل انجينا. بيتعمل لبعض العيانين اللي كانوا عاملين فالف ريبليسمنت،
والعينين بتوع الهارت فيلير. المتوفر حاليا عندنا اللي احنا بنعمله كاردك ريهابيليتيشن في البرنامج بتاعنا المتاح في جامعه عين شمس هما الاثنين تو كلاسز دول، اللي هما كلاس بتوع الاسكيميك هارت ديزيز وكلاس بتوع الهارت فيلير. وطبعا الطاغي واللي موجود اكتر هما العينين الاسكيميك، مين دي العينين اللي بنعمله من عينين البوست بي سي اي. برضو تكرار وتاكيد على المسجز اللي عايزينها توصل، ايه هي الكومبوننتس اوف كاردك ريهابيليتيشن بروجرام. لازم يبقى واضح ان ده مالتي ديسيبلينري ابروتش، وان اللي بيشارك في كارديك ريهابيليتيشن المفروض مش الكارديولوجيست بس، لكن بيشارك فيه المفروض الكارديولوجيست، بيشارك فيه الدايتيشن، بيشارك فيه الفيزيوثيرابيست، بيشارك فيه السايكايتريست، عشان يوصلوا للجولز بتاعتنا. احنا هدفنا ايه؟ هدفنا الاول ميديكال ايفالويشن اند اوبتمايزيشن اوف الميديكال تريتمنت، نعمل نيوتريشنال كونسلنج، فيزيكال اكتيفيتي كونسلنج، risk factor modification and patient education, psychosexual management, واخيرا وليس اخيرا بل اهم حاجه prescribed exercise training. وكلمه prescribed دي مهمه قوي زي ما برضو ما اتقال في المحاضره الاولانيه، ان هو احنا بنتيلر الاكسرسايز على كل مريض. تاكيدا تاني على المعلومه، ايه هي phases of cardiac rehab؟ في 3 phases. phase 1 المفروض حاجه بتتعمل inpatient اثناء الhospitalization بتاع البيشنت. Phase 2 cardiac rehabilitation هي اللي بتتعمل early outpatient في خلال اول 3 او 6 اشهر بعد حدوث الايفنت للبيشنت. وphase 3 هي long term outpatient cardiac rehabilitation. ولكن عامه لما بتتقال كلمه cardiac rehab كده مطلقه هي مقصود بيها ايه؟ phase 2. فلو حد قال لك cardiac rehab هو قصده phase 2، ده اللي هو الشغل اللي هو بيتعمل، ولكن التانيين دول هم phases او components المفروض بتتعمل. وهتلاقوا ان جزء منها اوريدي احنا بنعمله او حضراتكم بتعملوه، العيان اللي موجود في الرعايه اللي جاله مايوكارديال انفاركشن، في احنا كلنا دايما السؤال اللي بيتسال هعمل ايه في الاكل بتاعي، اعمل ايه في المجهود بتاعي، اعمل ايه. فهو المفروض ان هو ده جزء اساسي من الفيز 1 الكارديك راب اللي بيتعمل، بلس اعطاء البيشنت انفورميشن اباوت ان في حاجه اسمها بقى كارديك ريهاب، وان انت لازم تيجي ولازم ولا هيتعمل فيها كذا وكذا وكذا وهتفرق معاك في كذا. طب why do we need a cardiac rehabilitation program؟ النقطة المهمة اللي هتلاقي كلنا بنستريس عليها ان participation in cardiac rehabilitation independently associated with decreased mortality. فصعب قوي ان انت تلاقي حاجة بتأثر على hard endpoint. hard endpoint يعني حاجة ما فيهاش نقاش، ما ينفعش نتفق mortality هو العيان يا اما عايش يا ميت. ف mortality الحاجات اللي بتأثر على mortality في الشغل بتاعنا وفي الاسكيميك هارت ديزيز قليلة وعديدة. احنا عندنا حاجه بهذه البساطه العيان يعملها بتاثر على مورتاليتي، ومش بس بتاثر بنسبه بسيطه، بتاثر زي ما احنا عرفنا ب 24% او 25% الافريج في كل الستديز اللي اتعملت. فده رقم يخض ورقم محترم ورقم لازم يبقى موجود في دماغكم، ان احنا بيحصل ريدكشن في مورتاليتي اراوند 20 to 25%. This is a very important message. لو طلعتوا بالمسج دي كافيه بنطلعوا بيها النهارده. الحته بتاعت الجايد لاينز بقى مش هنعيدها ان الدكتور حازم اتكلم فيها، ولكن هاكد تاني على المسج اللي اتقالت ان احنا لازم ناخد بالنا ان in real life cardiac rehab is vastly underutilized. يمكن غالبيه حضراتكم قبل ما تيجوا ما كنتوش عارفينه او سمعتوا عنه او مش عارفين هو بيعمل ايه، ولكن هو بالفعل على ارض الواقع مش موجود، وعدد قليل جدا جدا من الناس هم اللي بيشاركوا في البروجرام. غير الجايد لاينز اللي موجوده، لو حد حب يستفيد في يوم من الايام فده احنا بنعتبره اكنه ده ايه الكتاب بتاعنا او القران بتاعنا، يعني لو جاز التعبير اللي هو المانيوال ده، هو بتاع الامريكان اسوسيشن اوف كارديك بريفنشن اند ريهابيليتيشن اللي هو اسمه كارديك ريهابيليتيشن ريسورس مانيوال. لو في يوم من الايام حد حب يستفيد هيلاقي في هذا الكتاب، وهو حاجه موجوده اونلاين تنزل وكل حاجه، كل المعلومات الخاصه ب البروجرام يتعمل ازاي من اول تكوين كل حاجه والاوضه تتفرش ازاي وتعمل فيها ازاي لحد احنا بنعمل ايه في العيانين. طيب نخش في التفاصيل بتاعه الاكسرسايز اللي هي الهدف من المحاضره دي. احنا هدفنا ان احنا نعمل ايه؟ ميديكلي سوبرفايزد اكسرسايز بروجرام. الصور دي موريه اشكال مختلفه من الكاردياك ريهابيليتيشن. والمفروض ان احنا يوم الكارديك ريهاب في بلدنا يتطور هيبقى فيه كل الاشكال دي، فيه الاشكال الناس اللي ماشيه على المشايه واللي هو المتاح عندنا، في ناس ماشيه على العجله في مكان ما او العجله، واحنا عندنا العجله موجوده عندنا،
ولكن في ناس بتعمل كارديك ريابيليتيشن بطرق مختلفه. في ناس بتعمل باللي هم الاجهزه اللي معتمده على الحركه بتاعه الابر بودي والارمز، الناس اللي عندها مشاكل في ركبها واوستيو ارثرايتس هنعمل لهم ازاي. في ناس بيعملوا باي دانسينج، في ناس حتى بيعملوا بحاجات تانية فيها ريلاكسيشن ميثودز وريلاكسيشن بروتوكولز، كلها حاجات مختلفه وكلها مع ان الواحد ممكن يبص لها ويقول ايه الحاجات الغريبه دي، هتلاقي ان الحاجات دي اتعمل عليها شغل وفي بابليكيشنز معموله. تلاقي بابليكيشن معموله عيانين راحوا كانوا بيعملوا كارديك ريابيليتيشن عن طريق دانسينج مقارنه بناس تانيين. ناس كانت بتعمل كارديك ريابيليتيشن بيروحوا يوجا سيشنز وريلاكسيشن وميديتيشن مع ناس تانيين، والفروقات اللي الحاجات دي عملتها على اللايف ستايل، ان مركزين في حاجات معينه يعني ما يبقاش كله حكايه الاكسرسايز، حته الستريس مانجمنت كمان. طيب السلايد دي is a general slide about ايه ال effects of exercise او ايه ال potential cardio protective effects بتاعة ال physical exertion. فلو قسمناها لخمس ابواب كبيرة، في حاجات ليها علاقة بال anti atherosclerotic او ممكن يحصل regression لل atherosclerosis، حاجات psychological، حاجات ليها علاقة بال thrombosis، حاجات anti ischemic، وحاجات anti arrhythmic. لو جينا نقول anti atherosclerotic exercise has been proven ان هو decreased triglycerides، decreased cholesterol، more control في ال blood pressure، decreased obesity، increased insulin sensitivity، decreased inflammation، اللي هي كل الحاجات اللي بتساهم في حدوث ال atherosclerosis او في حدوث ال unstable plaques. psychological، decrease the anxiety، decrease the depression، decrease the stress. واعتقد حاجات من دي حضراتكم ممكن تكونوا لمستوها بنفسكم. احنا اليوم اللي الواحد فينا بينزل يعمل اكسرسايز بيعمل ايه غير كل الحاجات دي؟ انت بتحس ان انت كويس، الاندوجينس اوبيويدز طلعنا وخدنا المورفين بتاعنا وعملنا الدماغ. فهي ربنا مدينا النعمه دي بتاعه الاكسرسايز ومدينا المخدرات الطبيعيه، واحنا لما وبتفرق معانا جدا واحنا ما بنستخدمهاش. وفي حاجات تانية ليها علاقة بالذات في الناس اللي بتعمل رياضات جماعية، بيبقى فيه زيادة في السوشيال انتجريشن وزيادة في السوشيال سبورت، امبروفمنت في الكواليتي اوف لايف. ليه؟ انا المجهود بتاعي يتحسن، فبقيت عارف اشتغل، عارف اخد بالي من نفسي، عارف انزل اقضي مشاويري، مش محتاج اعتمد على حد. جزء كبير من اللي احنا بنواجهه في العيانين بتوعنا المصريين هو ايه؟ انا بنهج، اكو نورمال، اكسرسايز نورمال، اكزامينيشن نورمال، كل حاجه نورمال، ولكن فيزيكال فيتنس لا زيرو، لا يوجد. وانت لما تيجي العيانين دول تمشيهم على التريدميل وتعمل لهم اكسرسايز، انت بتعرف ان فيزيكال فيتنس زيرو ايه؟ ان هو العيان في اول 3 دقائق بتلاقي الهارت ريت نط من 80 ل 150. فعشان كده الكواليتي اوف لايف بتاعه البني ادم الفت تختلف عن البني ادم اللي مش فت. انتي ثرومبوتيك، ليه؟ الثرومب بليتليت ادهيجن يقل، ديكريزد فايبرينوجين، ديكريزد بلاد فيسكوزيتي. anti ischemic، there is decreased في myocardial oxygen demand و increase في coronary blood flow. anti arrhythmic، vagal tone بيزيد وال adrenergic activity تقل ويبقى في less variability في heart rate. فكل دي benefits من الاكسرسايز. عايزين نركزها ونجمعها تاني مع بعض، هي 5 groups. اكني بقول anti ischemic، anti arrhythmic هيقل الثرومبوزز و psychological impact. طيب what are the things that I should consider قبل ما ابتدي exercise training لأي patient؟ اول حاجة لازم افكر فيها ان هو exercise training قد يكون لي potential risks، عشان كده I have to اعمل risk assessment او risk stratification للpatient اللي قصادي. هل هو هحطه في category low او intermediate ولا high risk؟ والحاجة التانية لازم ابقى عارف ايه الجول اللي انا عايز اطلعه، الجهد اللي انا عايز اطلعه ايه. برضو ده لازم يبقى تيدرد على العيان. هل انا قصادي شاب عنده 30 سنه جاله مايوكارديال انفاركشن انتيرير وفانكشنز بقت امبيرد، وده لسه شاب 30 سنه وبيعول اسره وعايز يرجع يبقى انتجريتد في الكوميونتي ويشتغل ويكسب وياخد باله من الناس، ولا ده شخص عنده مشاكل تانية هنديها في اكزامبل في السلايد اللي بعديها، عنده 70 سنه وعنده بريفرال ارتيريال ديزيز. لازم هفكر في كل الحاجات دي عشان ابقى عارف ايه الريسك بتاع ممكن اكسرسايز يعمله للعيان، وانا ايه اللي انا عايزه من العيان. العيان اللي هو شاب 30 سنه انا عايزه ان هو يبقى بيرفكت ومور ذان بيرفكت، وهفضل معاه وافضل ادوس عليه لحد ما يبقى بيرفكت بكل الويبنز مش بس بالاكسرسايز بتاعه الكارديك ريهابيليتيشن بروجرام.
التاني هديله كل حاجه بس هبقى حذر واخد بالي ان انا ما اوصلش ان انا اكون بضر. طيب who are the low risk patients in general؟ ال low risk patients هم العينين اللي عندهم multiple risk factors وعاملين PCI normal ejection fraction وكان easily achieve اكتر من 7 mets. اللي هو زي ايه؟ زي عيان كان بيجيله chest pain، هو سموكر ودايابيتك مثلا، عمل قسطره طلع عنده ليجن وعمل ستنت، عمره في حياته ما جاله مايكارديال انفاركشن، عمره في حياته ما جاله انستابل انجينا، ما جالوش اكيوت كورونري سندروم اتحجز بيه، بس هو عيان اسكيميك هو عنده ريسك فاكتورز، كان عنده مشكله واتعالجت وبقى فولي ريفاسكولارايزد، بقى ده از ا لو ريسك بيشنت. وهتلاقوا الكلام ده شبيه شويه بلما نعمل سيرتيفيكيشن للعيانين قبل البري اوبراتيف. طب مين الانترميديت ريسك فيشن؟ لا ده العيان اللي جاله ان اكيوت مايوكارديال انفاركشن، بس طبعا بنأكد ان هو هي هاز نو بوست انفاركت اسكيميا، يعني العيان مش هندخله عندنا في البروجرام غير لما يبقى العيان فولي ريفاسكولارايزد وما بيجروش تشست بين مع الاكزيرشن. اجكشن فراكشن بتاعته كويسه اكتر من 40%، عمل كابج او الماتس بتاعته من 5-7. هتلاحظوا بس هنا ان هو ايه، احنا العيان لو احنا عندنا نفس العيان الاولاني اللي اتكلمنا عليه وعمل كابج، الريسك سيرتيفيكيشن الصراحه بيحطه كانترميديت ريسك بيشنت نوت لو ريسك بيشنت. مين بقى الهاي ريسك بيشنت؟ العيان الهارت فيلير، وعشان كده زي ما دكتور حازم قاله هنتكلم ده بنبتدي معاه بفيري لو انتنسيتي اكسرسايز، او العيان اللي عنده اجكشن فراكشن ليس من 40% اسكيميك وعنده اجكشن فراكشن امبيرد، العيان اللي لسه عنده ريزيديوال انجينا طبعا ويا دوبك ياتشيف 5 ماتس. وفي كاتيجوري تاني يتزايد موجود دلوقتي، هم عيانين اللي مركبين اي سي دي. يتزايد ليه؟ دول دلوقتي بنشوفهم في عيانين الهارت فيلير بتوعنا، عيان الهارت فيلير ممكن يبقى مركب سي ار تي دي، فمهم قوي بيبقى ان احنا محتاجين نعرف التظبيطات والبروجرامنج بتاع الجهاز من الالكتروفيزيولوجيست، عشان هو الجهاز ده مظبوط ان هو لما هيوصل الهارت ريت لسرعه معينه هيفاير وهيدي الشوك، فلازم احنا بنبقى تقريبا في سيفتي حوالي اتليست 20 بيتس بير مينت تحت المارجن ده، ولو عايزين نزود لازم بنبقى في كوميونيكيشن مع الالكتروفيزيولوجيست وقول له زود لي الريت اللي هيتاخد عليه الشوك. طبعا ده في عيانين الهارت فيل. فاتنين سامبلز من العيانين، هو زي ما بنقول زي ما احنا اتكلمنا نفس اللي قلناه، اول واحد 48 year old male patient smoker stressful life obese hypertensive، جاله نون اس تي من 6 اشهر، عمل بي سي اي لبروكسيمال ال اي دي والاجكشن فراكشن نول، هنعتبره ايه ده؟ كريسك هنحطه ده لو ريسك ولا انترميديت ريسك ولا هاي ريسك؟ بص نرجع، خلينا نرجع تاني هنا، هنعتبره على هذا الكلام يعني، بس الصراحه انا 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 تقييمي لهذا هيبقى اتس لو ريسك بيشنت، هو المقصود بالاست سيجمنت اليفيشن ان اس تي سيجمنت اليفيشن ميكاردال انفاركشن، مش النون اس تي ولا الاكيوت كورونري سيندروم. فذيس از ا لو ريسك بيشنت هوز يونج، وانا عايز منه كتير زي ما احنا قلنا، عكس اللي تحتيه 73 يير اولد ميل هايبرتنسيف دايابيتيك انتيرير ستامي من 7 سنين ولسه حاصل له انستابيليتي قريب من 8 اشهر، فري فاسل ديزيز فانكشنز امبيرد سي او بي دي، وموجودين العيانين دول، والعيان ده مش هنسيبه، العيان ده برضه هنعمله كاردياك ريهاب، ولكن البريسكرايبد اكسرسايز بتاعه will be much different عن البريسكرايبد اكسرسايز بتاع الاولين. فهو لازم ان احنا ما يبقاش نحاول نوصل عينينا ما فيش الكونسبت انا راجل كبير وعندي الكلى وعندي القلب ومش عارف ايه فخلاص بقى اقعد في البيت، لا بس انت ده الراجل ده هو نفسه ياخد باله من ايه؟ اي عيان بيبقى نفسه ايه؟ ان يعرف ياخد باله من اموره الشخصيه. اموره الشخصيه ايه؟ بلبس نفسي، بروح الحمام لنفسي، لو حد عايش لوحده انا بنزل اشتري حاجتي واروح بدون مساعده. فهو البيشنت وانس تو بي اندبندنت، الراجل ده مش عايز ان هو ينزل ماراثون، ولا عايز ان هو يكون بيشتغل 10 ساعات كل يوم، ولا عايز ان هو يمشي مسافات طويله، ولكن عايز ياخد باله من اموره الشخصيه في بيته، ينزل مشوار قريب من البيت لو هو عايش لوحده يشتري حاجته ويرجع. لازم ابقى عارف ايه الجول اللي انا عايزه من العيان ده واحاول اوصله ليه. What are the potential risks of exercise training؟ في حاجات كاردياك وحاجات نون كاردياك. الكاردياك هم طبعا لما تيجوا تفكروا في اي حاجه تايما وانتوا هو في الماجستير بنقسمها التلات ابواب الكبيره بتاعتنا. ايه التلات ابواب الكبيره بتاعتنا؟ اسكيميا، هارت فيلير، اريميز، والتلات حاجات واردين ان هم يحصلوا مع الاكسرسايز.
سواء ان هو اللي patient develop arrhythmias an ischemic insult او decompensation for his heart failure. And then cardiac risk, وده الصراحة is not that common طالما ال patient is under medically supervised exercise training. هو العيان يحصل له ايه؟ يقع، يحصل له مشكلة رجله يعمل بيها حركة غلط فتبقى فيه تروما او orthopedic risk، وده مفروض بيتعمل له assessment before enrollment في البروجرام عشان ننقي ايه المناسب للعيان. طب في contra indications للexercise training؟ في الصراحة، منهم ان يبقى فيه worsening exercise tolerance in the past week، ان دي حاجة معناها غالبا في acceleration للإسكيميا، ان هو مش شرط الانجينا تبقى انجينا. طبعا انتوا عارفين في حاجة اسمها انجينا equivalent، هو العيان يكونوا بيكيرو ديسنيا او unexplained fatigue. فانت ممكن عيان الاولاني ده اللي هو مركب الدعامة وكويس، انا بقالي 6 اشهر يا دكتور زي الفل، قالي اسبوع كده مش مظبوط، لما بمشي مش مظبوط، مش لازم ان يبقى قصة chest pain، بس لما نحس ان في الفترة الأخيرة في some sort of acceleration what might be suggestive of an ischemic event لازم ناخد بالنا. ال hypotension طبعا is very important, symptomatic hypotension. لو resting blood pressure بتاع العيان وهو جايلي النهاردة أكتر من 200 systolic أو 110 diastolic، العيانين دول بنعمل لهم ايه؟ غالبا العيانين دول بنرجع ريفايز الميديكال تريتمنت بتاعه وناجله للاسبوع اللي بعده، مش ان هو هيبقى ده مش كونتر انديكيشن ازلي، ولكن ده معناه ان في حاجه عايز تتظبط. طب العيان اللي ضغطه عادي حاجه بسيطه، ممكن ان احنا العيان لسه جاي من مشوار وكان بيمد ومش عارف ايه، طب اقعد شويه واحنا نقيسلك الضغط تاني، ممكن ياخد حاجه توطي له البلاد بريشر ونبتدي. ولكن لما هيبقى ماركتلي اليفيتد زي كده ريفايز الميديكال تريتمنت ونتاكد على اللايف ستايل موديفيكيشنز بتاعته ريجاردنج الهايبرتنشن، ويجينا السيشن اللي بعدها. العيان هو is currently in decompensated heart failure زي ما الدكتور حازم قال لكم، after the patient is decompensated بيقعد من 2 to 3 weeks، بعد كده we re-enroll him في البروجرام. recent myocardial infarction، دايما تعرفنا بتاع في كلمة recent acute coronary syndrome هو بتاع 3 أسابيع لشهر، هو العيان اللي حصل له infarction من 3 أسابيع، هي المدة اللي بننتظرها before we enroll the patient. فتيك كير برضو ساعات في حاجة احنا بننساها في العصر بتاعنا اللي هو العصر بتاع البرايمري انترفنشن، ان العيان يجيله مايكارديال انفاركشن وعمل البرايمري كويس وروح بيتهم، بس بننسى ان العيان جاله مايكارديال انفاركشن، العيان ده جاله مايكارديال انفاركشن، فهو مش هياخد الاجازة بتاعته من الشغل او مش هيتأخر في الانرولمنت بتاع الكارديك ريابيليتيشن عشان الاسطرة، ولكن عشان الانفاركشن. فدايما عينين البرايمري ما تنسوش ان هم جالهم انفاركشن. اي patient عنده uncontrolled او recent onset arrhythmias، وزي ما احنا قلنا recent onset AF، هل ده معناه ان عيني الاف ما بجريهوش؟ لا بجريه، بس عيني لسه developing AF وحاجه جديده واحنا مش عارفين ده هتقلب بعد كده paroxysmal AF ولا heart rate بقى controlled والanti coagulation بتاعه اتظبط ولا لا مش هنقرب منه، بس بعد كده he will be enrolled in the program. Patients who develop significant symptoms especially في low intensity exercise، العيانين اللي عندهم حاجات extra cardiac مش متظبطه، uncontrolled diabetes، عنده acute febrile illness، مفروض ان الحاجات دي تتظبط prior to enrollment. فصحيح الحاجات دي اللي في السلايد دلوقتي متجمعه كلها يقال عليها contra indications، ولكن هما ما هياش contra indications for life، هي حاجات كلها once انها اتظبطت خلاص هنظبطها and we enroll the patient. عشان كده بنقول ان هو يعني لازم بيبقى فيه initial assessment للfunctional capacity بتاعة البيشنت قبل الانرولمنت. والبروتوكول الصراحة ان متابعة عندنا في الاسم مش شرط ان ده يكون البروتوكول اللي كل الناس بيتابعه، ولكن احنا بنعمل العيانين modified Bruce protocol اللي هو low intensity exercise، ونشوف العيان ايه الماكسيمال heart rate اللي هيوصل له زي ما تقال، وعلى هذا الاساس بنتيلر البروجرام. بس لازم الانيشال اسسمنت ده في غاية الاهمية، جزء من الانيشال اسسمنت ليه علاقة بالموديفايد بلوس بروتوكول، جزء ليه علاقة بالكلينيكال اسسمنت كله بتاع البيشنت، التريتمنت اللي بياخدوه هل هو مظبوط ولا لا، والسيمتومز بتاعته كنترولد ولا لا، كل الكلام ده لازم يبقى اسست. فانا مش اي عيان جه انا عامل قسطرة وعايز اخش البرنامج هنقول له اهلا وسهلا ونديله ميعاد، لا، اول ما بيبقى فيه ميعاد الاول للاسسمنت يعمل له الاسسمنت وبعديه يبقى prescribed exercise. فالجول بتاعني is to tailor an exercise program that is not too hard for the patient to cause complications and not too low to produce the aimed effect. فأنا مش عايز أموت العيان
ومش عايز ادلع العيان في نفس الوقت، ان هو العيان لو جاي بمشيه بسرعه بطيئه ومفيش بنفيت الهارت ريت ما بيزيدش والكلام ده كله، بيقول العيان انا مش بفيده انا بدلعه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اموته. فعشان كده هدفنا افكتيف اكسرسايز، الاكسرسايز لازم يبقى افكتيف، مش بموت العيان ومش بدلعه. وتيلرنج الاكسرسايز بروجرام بيعتمد زي ما احنا قلنا على كاركترستكس معينه في البيشنت، كاركترستكس ليها علاقه بهز كارنت كارديا كونديشن، ايه اللي هو موجود فيه او ايه اللي عنده، واخيرا ايه هي كانت البريفيوس اكتيفيتي ليفل، هل ده كان اساسا بني ادم اكتيف ولا ده شخص طول عمره ليدنج سيدنتري لايف، ايه الموقف بتاعه. طيب كتير قوي احنا الهدف من السلايد دي ايه، ان انت كتير قوي هتقابل عيانين يا دكتور انا شغلانتي كلها مش انا بنزل وبعمل وبعمل مشاوير طول اليوم، اتمنى بتمشى اهو، وانت تقول له لا انا عايزك تتمشى النص ساعه خمس ايام في الاسبوع على الاقل، ومش بهدف المشي، مش بهدف الرياضه، ما انا بتمشى شغلي كله مشي. احنا عشان اول الحته اللي في السلايد اللي هي على الشمال دي مورينا الايفكت بتاع الانترميتنت اكتيفيتي اللي هو اللي احنا كلنا بنعمله، انا في شغلي بنزل اتمشى عشان اوصل الشغل، ومشيت ساعه عشان انا نص 10 دقايق عشان اوصل الشغل، بعد كده من الشغل رحت مشيت كنت راكن العربيه وبعيد ووصلت لها، بس برضو 10 دقايق ولا 5 دقايق وهكذا. فده بيخلي يدينا الايفكت بتاع اللي هو الانترميتنت اكسرسايز، هارت ريت عمال يزيد ويقل زي ما احنا شايفين في الشارت اللي على الشمال. اما الاكسرسايز اللي هو بهدف الرياضه بيخلينا ان احنا الهارت ريت بتاعنا يحصل له الايفكت اللي هو موجود ده، اللي هو الهارت ريت جرادوال انكريزز، يوصل مع الوارم اب يوصل للبلاتو معينه وبين مع الكول داون ينزل، وده بيخلينا ان احنا نمشي فيما يسمى التريننج رينج. التريننج رينج دي هي الرينج اللي موجوده في الهارت ريت لكل مريض اللي بيحصل منها البنفيت من الاكسرسايز ترين، هو البنفيت هيحصل في الفتره دي. فالعيان اللي عمل رياضه بهدف الرياضه قعد طول هذه المده مستفيد من الاكسرسايز بتاعه او الاكسرسايز اكتشلي فايده عشان كان في التريننج رينج. اما العيان الثاني فهو في بعض الاحيان كان جوه التريننج رينج، بعض الاحيان ما وصلهاش، فالفترات اللي قضاها جوه التريننج رينج مع ان هما الاثنين في الاخر مجملا عملوا نفس المده اقل، فهي ديد نوت جت ذا بنفيت اوف التريننج. عشان كده ايه هتلاقي اللي على الشمال يقول لك عليها اكتيفيتي ودي قايل لك عليها اكسرسايز. ده الفرق بين الاكتيفيتي الحركه اللي احنا بنعملها في حياتنا اليوميه والفرق بين الاكسرسايز. طيب الكارديك ريهابيليتيشن بروجرام زي ما اتقال في المحاضره اللي فاتت متقسم ستيجز، ستيجز دي كلها عباره عن زيادات تدريجيه في حاجتين، في الديوريشن وفي الانتنسيتي بتاعه الاكسرسايز. احنا هتلاقي ان احنا البيشنت في اول فتره مثلا بنكون وفي كذا بروجرام في كذا طريقه، انا مثلا في الاول انا همشي العيان خمس دقائق على سبيد معينه او سرعه معينه توصلني لهارت ريت معين، هنتكلم على حته الهارت ريت ريزيرف في السلايد اللي بعد كده. البيشنت توليريتنج هذا الموضوع، انا جرادولي عمال تو انكريز الديوريشن لحد ما اوصل لديوريشن معينه، غالبا في الفيرست ستيج ما بنزودش عن الربع او التلت ساعه، ستيبل على هذا الموضوع، التايم بقى ثابت، نزود شويه في الانتنسيتي لحد ما وصلنا للانتنسيتي اللي بتوصلنا لحوالي ايه ال 60%. في الفتره اللي بعد كده هنكون في الاول تقريبا مثبتين الانتنسيتي بتاعتنا وجرادولي وي انكريز الديوريشن لحد ما بنوصل لل 40 دقيقه او الساعه الا ربع بتاعتنا. يبقى احنا برضو لما نفكر في الاكسرسايز هنعمله للعيانين عندنا العنصرين دول، عنصر الانتنسيتي بتاعت الاكسرسايز والديوريشن، عمرنا ما نزود الاثنين مع بعض. فيرست بنبتدي بشورت ديوريشن ونزود الانتنسيتي حد الهارت ريت اللي احنا او التارجت بتاعنا، خلاص وصلنا لدوت بنثبت الانتنسيتي ما نزودهاش ونقعد نزود الديوريشن في المرحله اللي بعديها. فعشان كده الاكسرسايز لازم نفكر فيه في هذه التو بوينتس ديوريشن اند انتنسيتي. في نوعين من الاكسرسايز تريننج، اللي على الشمال اللي هو الستاندرد اكسرسايز تريننج اللي بيتعمل على التريدميل في زي في ستريس اي سي جي، واللي على اليمين اللي هو ايه الكارديو بالمونري اكسرسايز تريننج. الافضل اكيد هو وجود الكارديو بالمونري اكسرسايز تريننج، ولكن للاسف الافيلابيليتي بتاعته بسبب الاكسبنسز مش متوفر. الفرق بين الكارديو اكسرسايز كان فاكر سعره كان كام لما سالنا عليه المكنه، يعني انت مثلا بتقارن في فرق 10 اضعاف في سعر المكنه، ف
فبين اللي هو المكنه العاديه التريدميل العاديه وبين المكنه دي. فاكيد اتس بيتر ان العين يعمل كارديو اكسرسايز تريننج، ولكن بيبقى من الاوبستكلز الموجوده منه هو الكوست، اضافه بقى على كل الاوبستكلز اللي موجوده. فعملوا فهو للاسف مش متاح عندنا، ولكن المتاح عندنا هو الستاندرد اكسرسايز تريننج سواء على التريدميل او على البايسيكل. طيب الهارت فيلير بيشنتس برضو زي ما قلنا بندخلهم، بس احنا هنا عايزين نتكلم على ايه البنفيتس اللي يكون الاكسرسايز بيعملها على عيانين الهارت فيلير بالظبط. احنا اتكلمنا على خمس حاجات جنرالي على الاكسرسايز، وكان قصدنا فيه تارجتنج اكتر العيانين الاسكاميك. هنا بالنسبه للعيانين الهارت فيلير، اكسرسايز انكريزز الفينس ريتيرن وديكريزز الهارت ريت، فبالتالي هيحصل ايه؟ left ventricular filling هيزيد. ومن الناحيه الثانيه exercise بيقلل السيستميك vascular resistance ويقلل حدوث الريمودلنج، فاحتمال كبير ان هو يكون بيزود السيستوليك فانكشن. فزياده left ventricular filling وزياده السيستوليك فانكشن definitely هتزود البامبنج بتاع العيان، او هتزود الايجكشن فراكشن. ممكن نقول الموضوع ده جنبيه علامه استفهام انها بتحس، بس هي definitely في improvement في systolic function. For overall exercise training is associated with significant improvement in ejection fraction وdecline في end diastolic volume. طيب في برضو study كانت اتعملت على ال efficacy وال safety بتاعة ال exercise training فيما يخص ال heart failure patients، وهم كانوا بيدوروا على نقطتين قلنا عليهم efficacy و safety. فردا على اول سؤال safety، ايوه regular exercise training is safe in heart failure patients. طيب هل ايه البنفيتس اللي بتعود على العيان من ناحيه 6 minute walk test، وهنتكلم عليه exercise duration واكسجين consumption في modest improvement. طيب regarding mortality hospitalization وعامه الموضوع ده الصراحه مازال debatable شويه في العيان هارت فيلير، اللي هو هيبقى ليه افكت على المورتاليتي. هو المورتاليتي اكيده انها موجوده في عيانين الاسكاميك، بس بالنسبه لعيانين الهارت فيلير ات از ستيل نوت سوليد. في ايفيدنس معه وفي ايفيدنس بيقول ان هو مفيش قوي. ميتا اناليسيس طلع ان في ترايلز طلعت في سم بنفيت، في سيجنيفيكانت ديفرنس في الترايلز، طلعت في سيجنيفيكانت امبروفمنت في المورتاليتي في الهارت فيلير فيشنز، لكن الهارت فيلير اكشن طلعت ان كان في مودست يعني في ترند تورز امبروفمنت اوف مورتاليتي، بس وداوت سيجنيفيكانت او سيجنيفيكانت ديفرنس. بس هي الفكره كان في حبه كريتيسيزم ليها، ان جزء كبير من العيانين كانوا انرول they were not compliant على الاكسرسايز بعد ما خلصوا الاكسرسايز تريننج. يعني هم قعدوا في الاكسرسايز تريننج بروجرام فور اكزامبل شهرين او ثلاثه، بعد ما خلصوا الاكسرسايز ريهابيليتيشن بروجرام they were not compliant على الاكسرسايز ديلي اكسرسايز اكتيفيتي لحد ما خلصوا الترايل بتاعتهم، فده كان يكون احد الكريتيسيزم للترايل. لكن definitely there is improvement in the quality of life and there might be benefit in mortality in heart failure patient. ف there is يعني market benefit for heart failure patient. فعشان ما نلخبطكوش بالكلام ده، ده الرساله بتاعتنا، هل في فايده للهارت فيلير بيشنتس؟ هو في فايده ديفينتلي للهارت فيلير بيشنتس، ولكن عشان نبقى ساينتفكلي اونست، البروف على المورتاليتي في الهارت فيلير لسه في حبه الكونتروفيرسي ده، ولكن هو في بنفيت عامه. لو قلنا بنفيت للموربيديتي ديفينتلي في بنفيت. طيب في حاجه ممكن هتسمعوها مرارا وتكرارا بتستخدم في حاجات كتيره، اللي هو اسمه 6 مينيت ووك تيست. هذه حاجه هدفها تو اساس برضه بطريقه ما الفانكشنال كاباسيتي بتاعه البيشنتس. بتستخدم كتير في عيانين الهارت فيلير، ساعات بتستخدم برضه في عيانين اللي عندهم بالمونري هايبرتنشن وعيانين الكونجنتال هارت ديزيز بوست سيرجري. عايزين ندي فكره عنه، هو ايه مع ايه مع ايه ال 6 مينيت ووك تيست. فهو ال 6 مينيت ووك تيست ده بيقول احنا بنجيب عندنا طرقه، وي نيد 30 متر ستريت فلات كوريدور فيها مارك معموله افري 3 مترز، وبنعمل اسسمنت للبيز لاين ديسنيا والجنرال كونديشن، او لو في فاتيج للبيشنت بيفور ستارتنج بتست، وبنري اسس الديجري اوف ديسنيا او والفاتيج ات ذا اند اوف تيست. البيشنت هاز تو ستارت افتر 15 مينتس اوف ريست ويكون اتعمل له الكلينيكال اسسمنت. بعد كده البيشنت از انستراكتد تو ووك بريسكلي ويذ اوت وورم اب فور ماكسيمم اوف 6 مينتس.
احنا هنقول للعيان ايه، انا عايزك تشوف هتقدر تمشي قد ايه في 6 دقايق بس، امشي حاول انك تكون بتمشي بتمد. طبعا لو العين تعب هي ويل ستوب ات اني تايم، عشان كده كلمه فور ماكسيمم اوف 6 مينتس، ولكن احنا هدفنا ان احنا نشوف الديستنس اللي العيان هيمشيها ان 6 مينتس. ودورينج ذا تيست البيشنت شود بي مونيتورد لو في اي ساينز او سيمتومز بتاعه طبعا ديسنيا فاتيج او ديزينس. و the patient should be informed to walk on his own pace and will be informed by the time. يعني احنا بنقول للعيان امشي ومد، بس احنا مش عايزينه يمهل يموت نفسه، يعني at his own pace، انا امشي اللي انت قادر عليه بس امشي، وكل شويه نقول له فات دقيقه فات دقيقتين وهكذا. طيب how do we interpret الكلام ده؟ اول حاجه احنا we should determine ايه هي ال initial distance covered by the patient for prognosis and to be compared to cardiac rehabilitation. بمعنى العيان في الاول كان في 6 دقائق بيمشي 40 متر افتراضي، بعد كذا سيشن بقى بيمشي 60، بعد كذا سيشن بقى بيمشي كذا. This is a marker of improvement. بيتعمل برضو في عيانين اللي عندهم pulmonary hypertension، بيتابعوهم كده قبل ما يدوهم اي تريتمنت، هو كان في بدايه التريتمنت بيمشي كذا الديستنس كذا، بس الرقم اللي هيطلع هيبقى رقم ايه، ديستنس مسافه. والمفروض من ضمن الحاجات اللي تتعمل برضو عشان to add value 6 minute walk test هي عشان نحنا نestimate الـ oxygen consumption والمتس achieved. طيب في طريقة لحساب هذا الموضوع، في طريقة العيان اللي هو نفترض ان في عيان مشي 300 meters in 6 minutes، احنا عايزين نترجم الكلام ده لسرعة، ف 300 minutes divided by 6 minutes يبقى هو في كل دقيقة بيمشي ايه 50، ماشي، يبقى هو السرعة بتاعته 50 متر per minute. فالأكسجين كونسامشن ممكن يتحسب بالمعادلة دي، دي معادلة موجودة مش لازم حد يحفظها ولا حاجة، ولكن يعني تبقى موجودة لو انا ازاي من هذا الكلام اقدر اطلع الأكسجين كونسامشن بتاع البيشنت. هو بيتحسب بالمعادلة دي اللي هي 3.5 plus الوكينج سبيد اللي العيان مشيها in meters per minute مضروبة في 0.1. فلو افترضنا ده على العيان اللي فوق عندنا اللي هو كانت السرعة بتاعته 50 متر per minute، هيبقى 3.5 plus 5، يبقى الأكسجين consumption بتاع العيان ده is estimated to be 8.5 مليلتر per kilogram per minute. طيب ازاي اعرف المتس اللي العيان جابها؟ بناخد الرقم ده ونقسمه على 3.5. برضو زي ما قلنا دي ارقام مش لازم تتحفظ، ولكن انتوا ارقام باي تايم هتلاقوا نفسكم عرفتوها في البراكتس، ان انت تقدر تقول ان هو العيان ده لو حسبنا كده على العيان ده 8.5 على 3.5 تقريبا 2.5 او 2.8 حاجه كده، يبقى احنا عرفنا ايه هي الماتس اللي العيان ده بيعملها اتشيف. لو انا عايز اترجمها لارقام، فهدفنا من ال 6 مينت ووك تيست ده ايه في العيانين الهارت فيلر اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده، ان ده زي ما تقول ده المقياس بتاعي، انا مبتدي مع العيان بكذا، ابتدي مع العيان ب 200 متر ب 300 متر ب 400 متر وشايف امبروفمنت بيحصل او مش شايف امبروفمنت بيحصل. ف this is an indicator لينا. هنأكد تاني على الحته دي ودكتور حازم قالها لكم، اللي هي الكربونين فورمولا اللي هي بيتحسب منها الهارت ريت ريزيرف. ماشي، الديفينيشن بتاع الهارت ريت ريزيرف اعتقد بقى واضح في دماغكم، بس ناكد عليه تاني، هو الفرق بين الماكسيمال هارت ريت اللي العيان قدر يعمل له اتشيفمنت في الاسسمنت اللي احنا عملناه له اول مره بالموديفايد بوست بروتوكول عندنا مثلا، والريستنج هارت ريت. فهي نفس الاكزامبل، عيان ريستنج كان بتاعه 60 وصل ل 100، يبقى بالتالي الهارت ريت ريزيرف بتاعه 40. انا لازم اقرر العيان ده في اني ستيج، العيان ده في الستيج اللي انا عايز مش اوصله ل 60% من الهارت ريت ريزيرف، ولا الستيج اللي عايز اوصله لاكتر ل 80%. الستيج ال 60% يبقى مثلا زي العيان ده هيبقى ال 100 من ال 60 يساوي 40 مضروبه في ال 60% بالاضافه الى الريستنج هارت ريت بتاعه. فانا بعرف ايه اللي انا ايه التريننج رينج او الهارت التارجت بتاعي اللي انا عايز اوصله ليه. ماشي، فالمعادله دي دايناميك، احنا الهارت ريت ريزيرف زي ما قلنا الفرق بين الاثنين بضربه في البرسنتج اللي انا عايز اوصله له اللي انا مقرره على حسب الستيج اللي هو فيها في الاكسرسايز تريننج، واضيف ليها هيز بيز لاين هارت ريت. تاني الكونسبت ده بناكد عليه تاني ان هو من الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نطلع بيها، اللي هو البورج سكيل. ساعات ان احنا ازاي بنقدر نعمل اسسمنت يعني ان احنا في بعض الاحيان بيبقى عندنا مشاكل ان احنا
زي عيانين الاكزامبل اللي موجود عندنا بيشنت عنده كرونوتروبيك انكومبتنس او عيان عنده اتريال فيبريليشن لسبب ما مش عارف اعمل اسسمنت الهارت ريت بتاعه ما بيزيدش فانا مش قادر اعتمد على الهارت ريت عشان اشوف العيان ده وصل لايه فاستخدام البورج سكيل معايا في نفس الناحيه مفيد البورج سكيل ده بيتقال عليه ايه الكلمه اللي متقاله تحت هنا على اليمين ريت اوف بيرسيفد اكزاكشن بيرسيف يعني ايه يعني احساس او اللي هو المتلقى عند العيان فهو العيان حاسس بنفسه ايه حاسس بنفسه ان هو كويس ولا حاسس تعبان فهو البورج سكيل بيتقسم زي ما برضو اتقال من اكستريملي لايت فيري لايت لايت سموت هارد ده المفروض وصف العيان اسهل حاجه لقياس العيان ده اللي هو كانت مكتوبه بلطف في السلايد اللي كانت في المحاضره اللي فاتت في المرحله دي انت لو طلبت من العيان ان هو يغني هيعرف يغني بس هنا العيان هو قادر يتكلم وانس العيان مش قادر يتكلم يبقى هو دخل في الهارت وده المفروض حتى لو احنا بنعمل عينين ستريس اي سي جي عادي كل شويه بنتكلم عن ايه الاخبار انا كويس طيب العيان عمال يرغي ولكن هو بيوصل لمرحله ما مش قادر يتكلم او هو يا دكتور انا مش طالما في جاسبنج او التقطيع فهو ابتدى يخش في الموضوع بقى هارد بالنسبه له او ان الريت اوف بيرسيفد اكزرشن بناء على البورج سكيل تخطط ال 14 في السلايد دي بس بيقول لك مثلا انت لو الريت اوف بيرسيفد اكزرشن بتاعه العيان اقل من 12 فهو كده البيك اكسجين كونسامشن بتاعه اقل من 40 من 12 ل 13 اللي هو التارجت بتاعنا هتبقى من 40 ل 60 اكتر من كده هو دخل في الـ في الـ في الهارت بس هي دي المسجز اللي احنا عايزين نطلع بيها النهارده هنؤكد تاني على المسجز اللي طالعه برضو من المحاضرتين وكويس ان الدكتور حازم معانا اول حاجه كاردياك ريهابيليتيشن ريديوسز مورتاليتي النسبه اللي بنتكلم فيها حوالي من افريج 25% ذس از هارد اند بوينت هارد اند بوينت يعني حاجه لا يوجد عليها نقاش ان هو ما يعني مش دي حاجه اكيده يا دف يا مش دف مفيش فيها اوبشن تاني الحاجه اللي بعد كده الكاردياك ريهابيليتيشن مين البيشنتس اللي بيشاركوا في البروجرام العيانين الاسكيميك عيانين الهارت فيلير وبره بيعملوا العيانين الفالفولر ساعات وساعات الكونجنتال هارت ديزيز كمان بيتعمل له it is a multidisciplinary approach القصة مش قصة exercise ولكن القصة ممكن يتم تلخيصها من ال definition بتاع ال cardiac rehabilitation program وانا هرجع تاني لل definition اللي هو ال definition ده احنا لو عرفناه هو بيلخص ايه لما ايه اللي بيتعمل لل patient اللي هو ايه اللي هو exercise education و behavior modification program فالdefinition في غاية انه الdefinition بيقولك احنا بنعمل ايه with the goal of helping the patient restore and maintain optimal health we reduce risk of further health problems فالdefinition ده بيقولنا ايه اللي يتعمل في البروجرام الاكسرسايز و نصح العيان بقى بالحاجات اللي علاقة بالريكس فاك بالدايت بالسكشوال اكتيفيتي بالتريتمنت اللي هو المفروض هياخده بالريسك فاكتور ريدكشن والجولز بتاعتنا اللي هي زي ما قلنا في الاكسرسايز تريننج احنا عايزين نوصل العيان لايه والجول التاني هو السكندري بريفنشن كارديك الحاجه الثانيه كارديك ريهابيليتيشن متقسم كذا فيز ثلاثة فيزز فيز 1 2 3 لما تتقال الكلمه مطلقه فهو مقصود بيها فيز 2 اللي هو الايرلي اوت بيشنت كارديك ريهابيليتيشن و الحاجة التالتة المهمة ان تخلوها في بالكم ان تبقوا حضراتكم بتنشروها لبقية الناس ان من اكبر الباريرز للكارديك ريهابيليتيشن هو احنا هو الاطباء ان احنا يا اما ما بنقولش للعيان ان هذه السيرفيس اساسا موجودة يا اما عن جهالة يا اما عن عدم ايمان بفايدتها ويبقى الرد على هذا الموضوع على طول مورتاليتي ونقطة وينتهي هذا الموضوع او في حاجة ثانية الناس مش عايزة تحول للعيان تفهمش ليه لو طلعتوا بالمسجز دي احنا بالنسبه لنا كافيه جدا بالنسبه لحته الاكسرسايز هو كونسبت ان في حاجه اسمها هارت ريت ريزيرف وان بيتعمل اسسمنت للبيشنت ازاي عشان اوصله للتارجتس بتاعته و بس عايز تضيف المسجز بتاعت المحاضرات كلها بعد اللي سايق ان يقاطع الاكسرسايز عشان ندي فيها تفاصيل بس في اي مسج ثاني عايزين نلزقها في دماغهم احنا كده بنحاول احنا اكدنا على حاجات وعدنا وزدنا فيها ان دي المسجز اللي مطلوبه من حضراتكم توصلوا في عمليه هذا البروجرام ممكن السلايد بتاع الريسك ستراتيفيكيشن حاطين فيها حاجات كده يعني مثلا اللو ريسك
الاثنين فيهم سكسسفل بي سي اي، ولكن ده سكسسفل بي سي اي لعيان مايوكارديال انفاركشن والتاني ما كانش مايوكارديال انفاركشن. ده الفرق، فاهم قصدي؟ يعني هو الفارق هل العيان ده جاله مايوكارديال انفاركشن ولا ما جالوش مايوكارديال انفاركشن. لا، ده الفرق الاساسي بين الاثنين. يعني انت بص عليهم هما الاثنين كده هما قصاد بعض، الفرق بين ده وبين ده ايه؟ مين ان العيان ده العيان الانترميديت هو العيان بتاع المايوكارديال انفاركشن. احنا قلنا عشان نبقى اكتر دقه غالبا هو العيان بتاع الاس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، والعيان الفرق بين فوق وتحت ايه في حته الكابج والبي سي اي، وفي الماتس اللي العيان بيعرف يعملها في الانيشال اسسمنت بتاعه في سام سورت اوف اوفرلاب فيه. ولكن لو خرجنا من الموضوع بتاعنا ودخلنا في موضوع تاني، انت العيانين التقسيمه دي شبيهه بس هي مش طبعا مش بالظبط زي تقسيمه العيانين الداخلين سيرج لو نيجي نعملهم اسسمنت يزيد عليها الاريثميز وحاجات تانية. اللو والانترميديت ريسك بي اوفرلاب وفي حاجات كتير، فعشان كده انت عندك من ناحيه العيان يعني وعايز توصله لايه في حته العمليه، انت عندك ايه؟ عندك العيان والفانكشنال كاباسيتي والعمليه اللي هو داخل يعملها، اللي تركيبه الحاجات دي كلها على بعضها. حاجه تانية لينا استفسار فيها؟ طيب ناخد استراحه بقى قصيره، يمكن انا الدكتور عادل على وصول دلوقتي.